فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل السيارة اليوم مثل الراحلة؟ السيارة قلنا لكم أنها غرفة، مثل الغرفة، أي مثل الراحلة، أي مثل الراحلة، هي غرفة صلي فيها كما يصلي في الغرفة. نعم. ربما يقال أن السائق هو اللي له حكم الراكب على الراحلة، لأنه يوجه السيارة، فهو يصلي النافلة على حسب اتجاه السيارة، أما غيره فيتوجهون إلى القبلة ويركعون ويسجدون لأنهم في غرفة. نعم.